انا حاليا في موقف سيء جدا، انا وبعض الاصدقاء معايا هنايا. العرب هنا كلهم مشتركين في بيع وشراء البشر وفي تجارة البشر، ونحن هربنا من الشركة بطريقة لم ترضيهم أبدا، وإذا عدنا إلى هذه الشركة مرة أخرى سوف يستعملون معنا جميع أنواع التعذيب وجميع أنواع العنف. نحن في مأزق كبير، لأن الشركة عندها عصابة، والعصابة هذه يتسنونا هنا، يتسنونا على هذا الطريق وقاطعين علينا الطريق باش نوصلوا للمطار. نناشدكم ونناشد كل سلطة لديكم ونناشد الإنسانية اللي فيكم أنكم تحاولوا تساعدونا بأي طريقة. السلام عليكم، أنا المواطن طلال العمري من المغرب. أنا حاليا في موقف سيء جدا، أنا وبعض الأصدقاء معايا هنايا. احنا مشينا لدولة كمبوديا باش نخدمو، ولقينا ظروف العمل غير لائقة، و بحال الوضع ديال الناس اللي في ميانمار، ولكن احنا حاليا وضعنا احسن بشوي. كيفاش؟ هو انه احنا خارجين، احنا خرجنا من الشركة اللي كانت مخدمانا ومن الشركة اللي كانت كتاجر في البشر، واحنا حاليا في مقر الشرطة في مدينة كرومبافيت في كمبوديا. فنحن نحتاج مساعدة من السفارة المكلفة بالمغاربة أو الناس اليمنيين أو الناس المصريين في دولة كمبوديا. نحن في مأزق كبير، لأن الشركة عندها عصابة، والعصابة هذه يتسنونا هنا، يتسنونا على هذا الطريق وقاطعين علينا الطريق باش نوصلوا للمطار. فاحنا يبغينا شي حد من شي سفارة من شي جهة رسمية اللي يأمن الخروج ديالنا من مركز الشرطة الى المطار. العرب هنا كلهم مشتركين في بيع وشراء البشر وفي تجارة البشر. ايضا نحن في خطر كبير جدا، لولا اننا الان في مركز الشرطة لكنا في مأزق كبير. نحن الان لا نستطيع الخروج الى الخارج، لانه لا نعرف ماذا قد يحدث لنا هناك، والشرطة لا تريد تأميننا الى المطار خوفا من العصابات الصينية التي تتحكم في هذه التجارة. ونحن الآن محاصرون ونمر بظروف صعبة جدا، صعبة جدا، لأننا في حالة صحية سيئة وفي حالة مادية يرثى لها. السلام عليكم، أنا مواطني من اليمن، وكذلك معي أخوتي المغاربة كما حدثكم طلال. ونحن هربنا من الشركة بطريقة لم ترضيهم أبدا، وإذا عدنا إلى هذه الشركة مرة أخرى سوف يستعملون معنا جميع أنواع التعذيب وجميع أنواع العنف، لذلك نحن محاصرين واستطعنا الوصول إلى محل الشرطة، لكن الشرطة لا تستطيع أن تقدم المساعدة الكاملة بدون جهات رسمية. لذلك نناشدكم ونناشد كل سلطة لديكم ونناشد الإنسانية اللي فيكم أنكم تحاولوا تساعدونا بأي طريقة، لأنه لا مخرج لدينا ولا ملجأ بعد الله إلا بكم. وهؤلاء المغاربة لهم فترة طويلة تحت التعذيب والمعاناة من أكثر من 7 أشهر، لم يستطيعوا الخروج من المكان الذي هم كانوا فيه إلا بعد أن أتيت أنا والمصري، واستطعنا أن نهرب، وطلبناهم بعد ذلك إلى مركز الشرطة، والآن نحن في مركز الشرطة ولا نستطيع الخروج إلى العاصمة أو إلى المطار. لا يوجد لدينا أي قوة مادية أو معنوية أو جسدية، إحنا هالكين تماما. لذلك نطالبكم بأي سلطة لديكم أن قدموها لنا. احنا دابا 5 بينا، 3 مغاربة، 1 يمني و1 مصري. نطالب جلالة الملك محمد السادس ان يتدخل وان ينقذنا من هذه الورطة اللي احنا فيها، وكنت طالبه وزير الخارجية ناصر بوريطة ان يتدخل ايضا،
وينقذونا هنا ونرجع الى بلادنا ان شاء الله. وكنتمناو من الله ان نرجعوا سالمين غانمين الى ديورنا في المغرب.